رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، هنكمل مع بعض فقرتنا التانية، مختلفة شوية عن فقرتنا الأولانية. فقرتنا التانية بعنوان قانون مخالفات البناء وقانون التصالح. عنوان ويعني نظرا لاحترام قرارات الدولة واحترام قرارات السيد الرئيس والسيد رئيس الوزراء، موضوع يشغل الرأي العام كله، وهو قرارات المخالفات في المباني العقارية. وخليني أقول قبل ما ألجأ للمشكلة دي واتحط فيها، لازم الأول ألجأ لخبير عقارات أو مستشار تسويقي في مجال العقارات، علشان ما ألجأش لحد يوديني في سكة مش كويسة. إزاي؟ إن أنا ما أقعش في مشكلة أو أقع في مشكلة فخ العقارات المخالفة، إن أنا كشخص راغب في الحصول او في امتلاك وحده سكنيه، اني بعد ما اشتري الاقي الوحده السكنيه اللي انا اشتريتها ودفعت فيها دم قلبي مخالفه، وادخل في سكه قانون التصالح والكلام ده كله. لازم اكون ملمه بشخص خبير في التسويق العقاري، عنده معلومات كافيه عن العقار. معايا النهارده ومعاكم ضيفتي الجميله سفيره النوايا الحسنه، وحاصله على استشاري عقارات بمجلس الدوله في حقوق الانسان. هتكلم معاها وهتفيدنا مع بعض عن قانون التصالح، وازاي انا كشخص راغب في الحصول على وحده سكنيه ابقى ملمه بالمعلومات المهمه قبل ما اشتري، عشان ما اقعش في فخ العقارات المخالفه او الوحدات السكنيه المخالفه. اسمحوا لي ارحب بالبشمهندسه حنان رجب، اهلا بيكي معايا النهارده. اهلا بيكي يا فندم، اهلا نوراني. وسهلا، كل سنه وانتم طيبين وكل سنه ومصر كلها طيبه وحضرتك بخير وصحه وسعاده. اهلا بيكي يا فندم. النهارده هنتكلم مع بعض فتح ملف المخالفات البناء وقانون التصالح. هعرف منك في البدايه كده وندخل على طول في الموضوع، في قلب الموضوع. اتفضلي. بما ان حضرتك مستشار وخبير تسويق عقاري بالمجلس الدولي لحقوق الانسان، ايه المواصفات اللي لازم تكون متوفرة في المسوق العقاري أو في السمسار العقاري؟ هو الموضوع في اختيار مسوق أو سمسار لازم يجي بتركيز شديد شوية. دلوقتي احنا ملاحظين ان كل حد مش بيعمل اي حاجة بيقولك انا سمسار، مع ان ده اكبر غلط، اكبر غلط ممكن يقع فيه المؤجر او اللي عايز يشتري تمليك او قانون جديد او ما شابه ذلك. مبدئيا المسوق ده لازم يكون على الاقل على الاقل دارس، فاهم، واخد كورسات تدريبيه، واخد كورسات الكترونيه، عنده درايه كامله بالسوشيال ميديا وايه الجديد فيها وايه اللي متوقعه ممكن يحصل بكره. لان كوني اشتري شقه تمليك او ايجار او قانون جديد، فده بالنسبه لي اصبح قصه مش سهله. على اللي قدامي المصداقيه الكامله، وعشان يكون عندي مصداقيه كامله لازم اخد الاجراءات كلها من بدايتها، مش مجرد اني سمعت ان فلان ده سمسار او فلان ده بيسوق عقارات، لا الكلام ده ما ينفعش. لازم ادور وراه، اعرف ايه الدنيا من حواليه ماشيه ازاي، في البيع، في الشراء، في التمليك، وفي اجراءات بتتطلب مني قبل حتى ما اروح له، بمجرد ان هو يقول لي العقار الفلاني، الشقه الفلانيه، المحل الفلاني، السنتر الفلاني، اي اكس من العقارات، انا مش هاخد من بقوة العجري. لا انا عندي كذا جهه لازم اروح لها. الجا لمين بقى يا فندم هنا؟ للوحده المحليه عشان اعرف ان العقار اللي انا بستفسر عنه داخل التنظيم او بره التنظيم، ولا الجا للمالك اللي هو مالك العقار؟ الجا لمين انا دلوقتي كشخص راغب في شراء وحده سكنيه؟ انا هلجا لكذا جهه، مش هاخد من حد معين. اول حاجه لازم اروح التراخيص، اتاكد من المبنى بتاعي إجراءات. ان هو الاجراءات الورقيه بتاعته كامله. ولازم اروح الحي، يمكن قايل للسقوط، يمكن هيتزال، يمكن حاجات كتير قوي. بلس انه لازم ادخل اشوف العقار اللي انا هاخده ده مقنن ولا مش مقنن، يعني في عداد كهرباء، في عداد غاز، في عداد ميه. لازم انا مش هاخد كده وخلاص، مش مجرد ان انا سمعت ان الشقه دي حلوه
او المكتب ده حلو فانا هجري عليه، لا الكلام ده ما ينفعش. لكن انا لو بتعامل مع خبير تسويقي ممتاز يكون عنده باك جراوند، لازم مش اي حد يقول انا مسوق او انا سمسار النهارده بقت الحكايه دي، لازم اللي تمام هيشتري تمام حاجه او اللي هيأجر او اللي هيتملك، انا لازم ادور ورا المسوق قبل ما ادور ورا العقار اللي انا عايزه. تمام اسمحي لي هاخد مداخله التليفون. العميد محمد يوسف الخبير الامني للمجلس الوطني، اهلا بحضرتك معايا. اهلا بيكي، مساء الخير يا دكتوره مي، كل سنه وحضرتك طيبه، تحيه لحضرتك والفريق الاعداد والمهندسه حنان وكل اهلا المشاهدين على بيكي فندم. القناه. كل سنه ومصر كلها بخير يا رب. البلد اللي ربنا لما ربنا نجا فيها بشر على الارض كان سيدنا موسى عليه السلام من صحيح وادي طوى من جبل طور سيناء. مصر صحيح، بلد عظيمه وبلد استثنائيه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. اتفضلي يا فندم. اهلا بحضرتك وكل عام وحضرتك الاسره كريمه بخير. خلينا احنا بنتكلم النهارده فتح ملف المخالفات البناء يا فندم وقانون التصالح، عايز اسمع راي حضرتك. طيب خلينا يا فندم بعد اذن حضرتك نرجع شويه لورا، يعني انا مش عايز اتكلم على قانون التصالح بشكل مباشر دلوقتي، لازم اعرف انا وصلت للقانون ده ازاي. احنا من 6 سنين تقريبا الدوله المصريه كانت على مشارف الدوله الفاشله. يعني ايه الدوله الفاشله؟ يعني التي لا تستطيع ان توفي التزاماتها او احتياجاتها الاساسيه لمواطنيها. ده رقم واحد. رقم اثنين وده الاهم، ان كانت الدوله المصريه كان من الممكن ان يتم استقطاع اجزاء كثيره من الارض المصريه لصالح دول اخرى زي حلايب وشلاتين وزي منطقه العريش ورفح والشيخ زويد، بس كانت هذه الفتره كانت كارثيه. لكن لما التف الشعب خلف القياده السياسيه في هذا التوقيت رجعنا بلدنا تاني. كل اللي احنا عملناه ان احنا رجعنا بلدنا تاني، رجعنا هيبتها ووضعها قدام العالم كله مره اخرى. رجعناها بعد ما كانت جماعه قاطعي الرؤوس وسفاكه الدماء اللي استحلت كل شيء كانت هتضيع مصر بالفعل. مصر فاقت وخدت العديد من الاجراءات السياسيه والامنيه والعسكريه والاقتصاديه، كل ده علشان يعني نعمل عمليه، يعني نحافظ على وحده الوطن ونزود التماسك بالنسيج الوطني. نجحنا في تثبيت اركان الدوله واعاده بناء المؤسسات الوطنيه، وعملنا نهضه اقتصاديه مذهله. لازم اعرف النهضه الاقتصاديه دي، انا ما كانش عندي فلوس، لكن لازم ابقى عارف ان احنا عملنا نهضه اقتصاديه مذهله اصبحت في الوقت الراهن حديث العالم كله. عملنا مشاريع قويه جدا طبقا لخطه الدوله، ويمكن الخريطه اللي اتحطت علشان يعني نمشي عليها. كان لازم النهارده نحتفل احتفال يعني استثنائي على افتتاح قناة السويس الجديدة، والنهاردة يوم هيبقى خالد في قلب ووجدان المصريين، لأن احنا عملنا تطوير للمجرى الملاحي اللي دفع عجلة الاقتصاد المصري، وكمان أنشأنا شبكة طرق وأنفاق وكباري أنفاق تحت القناة عشان نعمل زيادة لتعمير سينا. عملنا 1,000,000 وحدة سكنية علشان تكون مصر بلا عشوائيات. عملنا يمكن 20 أو 21 مدينة جديدة علشان نخفف من الزحام في المدن القديمة. 5 مطارات على أحدث التقنيات العالمية. رفعنا كفاءة المطارات. عملنا مناطق صناعية جديدة، الروبيكي الأساس في دمياط، المنطقة الصناعية في وسط سيناء، قطاعات الزراعة، الثروة الحيوانية السمكية، بركة غليون، كفر الشيخ، نهضة تعليمية. مش عايز أخش في تفاصيل كتيرة لكن كلها احنا شايفينها. قطاع الصحة لازم نقول انه حاجة كانت من احد ابرز المشروعات اللي عملتها الدولة خلال الفترة اللي فاتت. كل ده كلف الدولة مئات المليارات، وكان تنفيذها المفروض انه هيتطلب عشرات السنين، بس بفضل الله وتوفيقه احنا عملناها في فترة وجيزة جدا. عندنا رئيس الحمد لله فاهم وواعي، واشتغل من البداية علشان يحرر القرار المصري والإرادة المصرية من أي هيمنة كانوا بيحاولوا يمارسوها على مصر خلال الفترة دي. بس يبقى ما نتحدث فيه الآن، هناك فئة قليلة للأسف من الشعب المصري اللي بنوصفهم ان هم خارج إطار القانون في الدولة، واللي بيحاولوا يفرضوا أمر واقع، واعتقدوا ان هم يعني ان الدوله المصريه الى حد كبير غائبه عنهم الفتره ديت، علشان كده حاولوا ينهوا اعمالهم المخالفه بطريقه سريعه على اساس ان الدوله لا يمكن انها هتقدر تعمل لهم حاجه وهيبقى الوضع على ما هو عليه. هنا يجي دور الحكومه علشان يعني يبقى في حفاظ على حقوق الدوله من هؤلاء، لان استغلوا فترات كثيره وممارسات غير شرعيه كثيره علشان اعتقدوا ان الوضع هيبقى على ما هو عليه وان الموضوع انتهى خلاص.
أشكرك سيادة العميد، شكرا جزيلا لحضرتك. معانا سيادة المستشارة حليمة بدر، مستشار قانوني بمجلس الدولة لحقوق الإنسان. مساء الفل. مساء النور يا دكتورة، ازيك يا دكتورة مي؟ الحمد لله أهلا بنعمة. بيك يا حبيبتي، أهلا وأهلا بك. بزبيستك أهلا الباشمهندسة حنان. أيوة أهلا بيك يا حبيبتي وأهلا بيها. أهلا أهلا بحضرتك يا بحضرتك، ست كل سنة المستشارة. وحضرتك طيبة. وأنت طيبة حبيبتي، بصحة والسلامة جميعا يا رب، والشعب المصري كله بخير. اللهم آمين يا رب. أستاذة حليمة، خليني أبدأ مع حضرتك سؤالي عن قانون التصالح. إيه أيوة الخطوات؟ حضرتك طبعا مستشار قانوني في مجلس الدولة لحقوق الإنسان، عايز أعرف إيه أيوة الخطوات اللي مالك العقار أو اللي مستأجر المالك وحدة سكنية يقدر يمشي عليها علشان يقدم تصالح؟ لو في حالتين، لو الحالة اللي هي العقار كله مخالف أو أدوار مخالفة في العقار. طبعا احنا عندنا بيروح بيقدم طلب التصالح التصالح يا فندم، للحي. نعم، عايزه التصالح يا فندم لو على الادوار المخالفه. على الادوار المخالفه، ايوه ايوه، بيقدم طلب تصالح للحي او لمجلس المدينه او الوحده المحليه اللي هو تابع ليها. بيستلم نموذج، بيذكر في النموذج ده رقم الترخيص، لان اكيد هو كان واخد الترخيص للمبنى قبل كده. بيذكر في النموذج رقم الترخيص وتاريخه ونوع الترخيص والاعمال اللي كان مرخص بيها، وبيدفع برضو رسم الفحص. تمام. مع الرسم ومع النموذج بيقدم مجموعة من المستندات. أنا هبدأ بأهم مستند، وهو مستند بيفيد تاريخ ارتكاب المخالفة. المستندات دي بياخد واحدة منها بس، اللي هي إيه؟ محضر المخالفة الثابت فيه تاريخ والمساحة المخالفة، أو السند الدال على تركيب أي مرفق من المرافق مثبت التاريخ، أو عقد بيع أو إيجار للشقق أو المحلات، وبيكون العقد مشهر ومثبت في الشهر العقاري، أو مستخرج من الضرائب العقارية، أو صورة من خرائط جوجل. دي أهم ما ياخد واحدة بس من المستندات دي، زائد صورة بطاقة الرقم القومي، اتنين تلاتة المستند الدل على صفته سواء كان مالك أو رئيس اتحاد الملاك. بياخد حاجة اسمها تقرير السلامة الإنشائية للعقار لإثبات ما إذا كان العقار ده آمن أو غير آمن، وصورة من الرسومات المرفقة بالترخيص البناء وترخيص البناء. الحاجات دي كلها بيقدمها. وطبعا في الحالة دي الجهة الإدارية ملزمة إن بتقدمه بتستلم منه طلب التصالح، وبتقدم له شهادة بتفيد إن هو تقدم بالتصالح ليها. طبعا بيدفع برضو جدية التصالح اللي هي 25%، والباقي بيسدد على 3 سنوات، ولو في غرامات دفعها قبل كده سابقة بتخصم برضو من مبلغ التصالح. شكرا جزيلا سيادة المستشارة حليمة عيد، شكرا لحضرتك على المداخلة. خليني أكمل بقى معاكي عن لو في حالة امتناع السكان، السكان تعمل ايه في حالة امتناع مالك العقار عن قانون ان هو يقدم تصالح؟ السكان تعمل ايه في الحالة دي؟ والله هو الامر في الحالة دي بيبقى بسيط مش صعب. هما بيكونوا اعضاء العقار وبيعملوا معاهم لقاء، وبيختاروا شخص واحد بس ينوب عن الشخص ده، بينوب عن المجموعة كلها. فهو اللي بيقوم بالدور ده بديلا عن مالك العقار في حاله رفضه ان هو يروح يعمل لهم يعني التصالح. زي اتحاد ملاك كده يا فندم، زي اتحاد ملاك بالظبط، وهو بقى بيقوم بكل الادوار. هو اللي بيقوم بكل الادوار، وهو اللي بيروح، وهو اللي بياخد امضاءاتهم وبياخد كل البيانات بتاعتهم، وبيروح يتوجه للمكان، وبناء عليه هو اللي بيحل محل المالك. بيتجه الى الحي مباشره؟ ما هو الحي او وحده التراخيص، اي يعني المكان اللي مسبب مشكله، اللي المفروض المالك كان هو اللي يقوم بالدور ده. في حالة وجود ان المالك مش عايز يعمل تصالح او مش موجود بشكل مباشر. بالظبط، فبيختاروا هم حد من عندهم من المكان بينوب عن كل العدد ده كله، هو اللي بيروح يخلص الامور دي كلها، سواء في الحي، في وحدة التراخيص، في اي مكان. يعني انتهاء بقى بالقصة دي كلها، لازم في البداية اختار مسوق عقاري يكون على دراية لازم يكون وعلى علم. بالزبط. ويكون واخد دورات تدريبيه. بالزبط. في مجال التسويق العقاري والالكتروني، يعني ياخد دورات مش بس في التسويق المباشر، لا التسويق العقاري يعني كمان تسويق عقاري الكتروني. طبعا
تمام، دي اهم النقطه، لان شغلنا كله دلوقتي بقى من خلال السوشيال ميديا، فلو انا مش واصل لي ده، طب انا هتعامل ازاي؟ ولازم يكون هو اصلا عنده حب المجال ده كهوايه. اوكي. فالانسان يعني لما بيكون حابب شغله بيديله اكتر. انا لو مش حابه شغلي استحاله هعرف اشتغل. الشطاره دي بتيجي بالممارسه، مش بالدراسه. بس هي اسمحي لي اقول لسيادتك، هي مش فهلوه. هي بتيجي حب للمجال، ثم بتيجي دراسه، ثم بيجي احتراف. انا لازم اكون هاويه الشيء وناجحه فيه وحباه، فعشان اديله. لكن مش هنام اقوم الصبح اقول انا مسوقه، لا، مش هيحصل. خليني اقول لكل نجاح وتميز بدايات وخطوات. اختم معاكي الفقره بالجمله الجميله دي حبيبتي. بحييكي على تميزك في مجالك. ميرسي يا فندم، شكرا جزيلا. بشكرك على كل هم قالوا لي لسه معانا 3 دقايق دلوقتي. فبشكرك جدا على تميزك ونجاحك في مجال التسويق والمجال التسويق العقاري. اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. بشكرك وبحييك وببارك لك على حصولك على لقب سفيره النوايا الحسنه. الحمد لله. الله يبارك في حضرتك. عايزه اقول لك ان يعني بالنسبه للمخالفات العقاريه او الكلام ده كله، احصائيات كبيره جدا وارقام كبيره ان العقارات في مصر اكتر من نصها مخالف. ده ملايين ملايين. البدايه لازم تكون صح عشان اتفادى كل ده. طبعا. طبعا. ولازم اللي هيشتري حاجه ينتبه. ما يجريش يقول انا شفت الحاجه دي فالحاجه دي رخيصه فدي بالنسبه لي فرصه. لا، هي مش فرصه. هو الملك بيبقى عارف ويعلم تماما ان في عنده مستيك في الموضوع، في مشكله في الموضوع. قد يكون مش مرخص فمقلل في سعره، قد تكون قايله للسقوط اصلا فمقلل في سعره. احنا شعب طيب جميل، يعني لو هنعتبر ان في انسان يعني سافر اجتهد عمل قرشين رجع عايز يشتري شقه يتجوز فيها او يبني حياه، وتفاجئ ان هو دفع جزء شقاه في الشقه. خليني اقول لك ده معظمهم بيدفعوا كل شقاهم. اسمحي لي يا دكتور. وقيس بالمالك ممضيه على ايصالات امانه باقي على ثمن الشقه، فجه هو اداله اللي معاه، فبعد كده اتنقل تاني يسافر يكمل عشان يقدر يجتهد فيجيب كماليه العقار. ايه رايك انه لما يرجع يلقى العقار قايل للسقوط او ما فيهوش رخصه فهيشيلوه، وفي نفس الوقت دي يعني هو دفع فلوس ما استفادش، شقته اللي بيحلم بيها راحت منه، بلس انه مالك العقار نفسه هيدخله السجن. بالظبط. لانه مضيه ايصالات عليه لسه فلوس. ما هو مضي له ايصالات، ما خلصش دنيته لسه. طب ما انت من البدايه اخترت غلط. لازم تروح للمسوق الصح، مش انت ما تفرحش ورا اي حد يقول لك ده عمه فلان سمسار، ده فلان الفلاني البقال سمسار. يا جماعه كده غلط. هو لازم يتوجه صح. بالظبط كده. لو اتوجه صح هيروح لانسان صح، هيتفادى كل المشاكل بقى. وبرده ما ياخدش الكلام منه بالتكست. انا اخد العقار اسال، اشوف في تقنين، في مرافق، ميه، نور، غاز، اسال في وحده التراخيص، اسال في الحي. يعني هو بيتابع كمان. طبعا. انا برضو مش يعني الناس مش بكبر دماغي بقى خلاص انا مع حد خبير. لا لا خلاص. لا يعني لا، انت بتدفع فلوس. لازم تعرف فلوسك دي رايحه فين. انا مش هحط فلوسي وخلاص. بالظبط. وبعدين انا يعني عايز اضمن ان انا لما هحطها هاخد بيها مكان. لكن انت كده مش ضامن حاجه. انت حطيت فلوسك، ما خدتش شقتك المشكله بتاعت التراخيص او الوحدات السكنيه، عليك ايصالات امانه وغيرها كتير من الحكايات بنسمعها كل يوم. كل اتحاد يوم. الملاك بيكون موجود في حال امتناع المالك العقار عن لو المالك مش موجود سيادتك بينوب عنه اتحاد ملاك. اتحاد ملاك اساسي. بشكرك. العفو. ومبسوطه انك معايا النهارده. شرف ليا صدقيني. ان شاء الله يتكرر اللقاء. شكرا جزيلا يا فندم. التميز والابداع له خطوات ولا بد منها. كل مجال وليه اصحابه وليه الخبراء فيه. خلينا من البدايه نتجه صح عشان نتفادى اي مشكله.
تناولنا معاكم النهارده فقرتين، اتمنى يكونوا نالوا اعجابكم، وان شاء الله انتظروني كل خميس على قناه الصحه والجمال. بشكر كل القائمين على البرنامج، وبشكر كل القائمين على الاعداد، وبشكر رئيس التحرير مدير التحرير دكتوره نريمان حسن. شكرا جزيلا والى اللقاء.